خويا عمير السار اليوم مدينة عمير راهي كرماتك، واش راك واش غادي تقول لهم؟ المهم كل شيء، السلام عليكم، ونشكر لجنة الأنصار اللي كرموني، نشكرهم بزاف لجنة الأنصار بزاف إن شاء الله، ويشتيوني والله وأنا بعد راهم يشتيوك أخويا ويقادروك، وراك كان لونسيان لهنا خلاص في الصدر. يعطيهم الصحة بارك الله فيهم. يا خويا بارك الله ونشكرك ونشكرك اخويا، والتكريم هذا وحاجه قليله في المشوار تاعك اللي راك قدمته للاصام. عندي تقريبا قد عندك لهنا في لاصام من وقتها؟ واحد 17 سنه. 17 سنه الله يبارك الله يبارك الله يبارك. تسمى عشت معاها في القسم الاول والقسم الاول والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الثالث، وبقيت كما نقولوا حنا فيدال ليها ديريكت. ما حبيتش كون نسخر عليها النمر ساره ولات كما راك يدوها والله كيدوا ساره والله لاباس يا خويا، والله قليل ونلقى دوك الطينه كيما تاعك تاعك هذه. الله يعطيكم الصحه يا خويا، نشكرك وبارك الله فيك، وان شاء الله نتمنوا التكريم يكون اكثر من هذا ان شاء الله. نشكر ان شاء الله، هاي يعطيك الصحه عمي. بارك الله فيك.